في الخاص، قرار منع استيراد المواشي الحية من ولاية بارانا البرازيلية حلك مصائب على رؤوس بعض تجار اللحوم، وانعكس فوائد عند بعض الجزارين الذين لا يشترون اللحم من بلاد السامبا. تقرير حسين خريس. غابت تداعيات فضيحة اللحوم الفاسدة عن الساحة اللبنانية، وتصدرت قضية غذائية جديدة واجهة الأحداث، هي منع استيراد المواشي ولحومها الحية من ولاية بارانا البرازيلية بقرار من وزير الزراعة حسين الحش حسن، وفيه مادة يمنع استيراد المواشي الحية ولحومها المبردة والمجمدة من بارانا البرازيلية حتى إشعار آخر. تقوم مديرية الثروة الحيوانية بالتنسيق والاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. قرار لم توضح وزارة الزراعة حتى إعدادنا هذا التقرير أسبابه، على الرغم من اتصالنا مرات عديدة بالوزير المعني للاستيضاح، إلا أن مساعده عزى أسباب غياب الأخير إلى انشغاله باجتماعات تخص القرار. القرار وإن كان لا يهم النباتيين وهم شريحة موجودة في لبنان، لم يلحظ ما إذا كان حظر الاستيراد ساريا على كل الولايات البرازيلية أم أنه محصور بولاية بارانا، إلا أن أصحاب الملاحم في المناطق الشعبية رحبوا بالقرار. اللحم البرازيلي اللي مذبوح برا ما بنتعامل فيه، ما بعرف عنه شيء يعني، إذا بعرفش عنه شيء شو بدي فيه. أنا مع هذا القرار لأنه كان نازع السوق كله بهذا اللحم ونحن ما منجيب منه، ما بنعرف عنه شيء، يعني منيح أنه وقفوا. الشائع في مهنة الجزارين أن اللحم البرازيلي أقل سعرا من غيره بفرق ملحوظ، وهو ما يؤثر على المنافسة في بيع اللحوم، لذا كان هناك شبه إجماع على الترحيب بما صدر عن وزارة الزراعة باعتبار أن السمعة الحسنة للجزار مرتبطة بما إذا كان يتاجر باللحوم البرازيلية أم لا، وخصوصا بتلك التي تكون مثلجة. اللحم البرازيلي بيفترق عن لحم العجل البلدي، عن كل شيء، بالسعر، بكل شيء، يعني بتلاقي في فرق بين سعر الكيلو لحم البرازيلي أرخص من سعر لحم العجل البلدي. وغير السعر؟ هو بلا طعم، البرازيلي ما له طعم، مزنخ. أسعار البرازيلي وشغل البرازيلي غير الشغل، اللحم الطازة ونضيف وكذا. نحن يعني بنبيع أسعار لحم عادي، وغيرنا بتبيع أسعار غير هيك كليا، بس الزبون ما بيعرف أنه هيدا بيجيب برازيلي. على رغم ارتياح معظم أبناء قطاع بيع اللحوم لإمكان اختفاء اللحوم البرازيلية من السوق، إلا أن القلق من ارتفاع الأسعار لاح في أفق آكلها من المستهلكين بسبب تحرير التجار من قيود أسعار لحوم السامبا التي كانت تضع جشع بعضهم في سجن المنافسة الضيقة.